سنين. الله يخليك. احنا لسه مستمرين معاكم في حلقتنا اليوم من صباحات سودانية، لكن معانا إفادة عن فقرة بدون واسطة، نشوفها ونجيكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين، لواء شرطة إبراهيم محمد المهدي، مدير مجمع خدمات الجمهور الخرطوم. المجمع بيقع في منطقة محلية الخرطوم، وبيغطي بيخدم كل سكان السودان، يعني ما مغيدين باختصاص معين، بنعمل لكل السودانيين، فقط السودانيين. المجمع بيقدم خدمات عبارة عن خدمات السجل المدني، من الرقم الوطني، البطاقة القومية، ومعاملات الأحوال المدنية، شهادات الميلاد وشهادة الوفاة. كذلك بيقدم خدمات الجوازات. الجوازات من استخراج الجواز الإلكتروني والجواز التجاري وجوازات الأطفال وجوازات العاملين بالخارج. وبنقدم خدمة التأشيرة، التأشيرة للعاملين بالخارج سواء كانوا مغتربين، والتأشيرة للمواطن العادي لأي دولة تانية مسافر. يعني الخدمات دي بتستمر، خدمات التأشيرة مستمرة من الفترة الصباحية من الساعة 7:30 صباحا لحد الساعة 10 بالليل. بعد الدوام عندنا خدمة، بعد الدوام العادي من 4 مساء بتستمر الخدمة عندنا لحد الساعة 10 بالليل باستمرار يوميا حتى في أيام العطلات. بنقدم خدمات المرور من خلال الترخيص، كل خدمات الترخيص اللي هي رخصة القيادة، رخصة القيادة الملاكي والعامة، وترخيص المركبات، ومن تحويل الملكية وفك الرهن والرهن، كل الإجراءات المتعلقة بالمرور بنقوم بالخدمة دي بطريقة سهلة وميسرة وبطريقة سريعة جدا جدا. بنقدم خدمات تجديد تراخيص السلاح، من استخراج ترخيص السلاح ابتداء ورخصة السلاح وتجديد السلاح، تجديد رخصة السلاح. بنقدم خدمات البحث الحالة الجنائية، الفيش، والفيش ده بيتم للناس المسافرين برا السودان ولأصحاب الوظائف الجديدة. الخدمة دي بتقدم برضه بطريقة سهلة وطريقة ميسرة، بس حقيقة بنطلب منه الناس يعني بالناشد المواطن يتجه بنفسه، يعني يجي براه بنفسه، لأن المسألة دي في قمة البساطة والسهولة واليسر، وما بنسمح لأي شخص آخر يجي يتعامل نيابة عن المواطن. نحن حقيقة زمان كنا كضباط شرطة بنعاني معاناة كبيرة جدا جدا في المجمعات القديمة، وأي مواطن داير يطلب أي خدمة بيتصل عليك أنت كضباط شرطة ويقول لك يا أخي ما بتعرف لك زول في المجمع الفلاني ولا في الحتة الفلانية، أنا ماشي كان في زول توصي عليه هناك عشان يقدر يسهل لي المسألة دي. نحن الآن المسألة دي تماما انتفت عندنا، وبنجي حايمين في الصالة بنلقى أهلنا، والله تلقى أخوك وتلقى ود عمك وتلقى قاعد في الصالة منتظر دوره، وإنت ذاتك كمدير مجمع ولا ضابط المجمع ما بتقدر تتجاوز شخص معين تتجاوزه خدمة. الضوابط معروفة وميسرة ومكتوبة وحياة بسيطة جدا جدا، والمسألة السرعة بس متى ما الشخص وصل المجمع بيقطع تذكرة بتحدد له دوره في الخدمة بتين، بيظل جالس في انتظار مريح جدا جدا في جو مريح، جو بيئة سليمة وصحية وجو بارد جدا جدا، ويكون قاعد بينتظر في بيطلع على الشاشة بتاعت الشاشات بتاعت التلفزيون والشاشة بتاعت نظام الكيو، ينتظر دوره، يعرف دوره بتين، يتقدم للموظف عشان يطلب منه الخدمة الدائرة. والأمر بسيط جدا جدا وسريع، وما في أي حوجة للمسألة لأي واسطة. حقيقة يعني المجمع بيستقبل عدد كبير جدا من المعاملات، نحن يمكن يكون بنستقبل بنستخرج حوالي من 7 إلى 8 ألف معامل في اليوم، والقوة كلها قوة تم تدريب عالي جدا جدا، وعندنا قوة بتاعت علاقات عامة موجودة منتشرة بزي المدني في وسط المواطنين، هم بيقدموا الخدمة الابتدائية للمواطن. المواطن بيجي من برا ما عارف الخدمة بيتلقاها في الطابق رقم كم والخدمة الضوابط المطلوبة لها. الأفراد دي للدرب وتدريب ومؤهلين تأهيل عالي جدا جدا. الشخص بيجي من برا بيقابلهم في الاستقبال وبوروهم في استقبال كل صالة، في كل صالة في استقبال في موجود القوة دي، بيطلب منهم داير شنو، هم بيقوموا بيساعدوه وبيوصلوا لحد الكاونتر المفروض يقضي فيه الخدمة. فنحن الحمد لله رب العالمين راضين تمام الرضا عن أداء قوتنا، وراضين تمام الرضا عن كل القوة وعن أداها وعن سلوكها،
والحمد لله رب العالمين. يعني بس بنطلب المواطن زي ما قلت في البداية إنه يجينا بنفسه ويجي جاهز، وإن شاء الله ما يأخذ مننا يعني إلا زمن بسيط جدا جدا، ويطلع مننا مبسوط وراضي تمام الرضا عنه. أكيد إحنا بنتمنى إن شاء الله فقرة بدون واسطة تكون يعني كما النور، وإن شاء الله هي تكون العين اللي حتقدر توصل لكم كل اللي أنتم بتحتاجوه في كل الإجراءات اللي ممكن تكونوا أنتم حابين تحتاجوها في مختلف تفاصيل حياتكم. واحدة من الفقرات برضو إن شاء الله حتكون بشكل جديد في برنامج صباحات سودانية بشكل اللي حيكون عليه الآن، وكمان الأيام اللي جاية إن شاء الله هي فقرة معزومين شاي، وهي عبارة عن فقرة كنا واقفين عليها أو فيها على كل الناس اللي كان عندها بصمات واضحة جدا في مختلف المجالات. بنمشي نتونس معاهم، ناخذ معاهم الذكريات اللي كانت حاصلة وتعتبر كم التوثيق. خلونا مع بعض نتعرف على فقرة معزومين شاي بشكلها الجديد، نتابع. أتمنى أنه يعني تتفضلوا معنا وتشربوا شاي، وبالمناسبة عندنا أبرة أبيض زي الوقت ده ما بتلاقي، حس على الشباب ده اللي قاعدين قدامي ده ما بتلاقي أبرة أبيض في الأيام دي يعني، فأحسن ما تفوتوا الفرصة دي. اتفضلوا يا أخوان. سعيدا هاني كابوس أكون معاكم وناخد أحلى شاي مع بعض. في حقيقة دي قهوة، برنا اسمه شاي لكن دي قهوة. الناس بيحبوا الشاي يأكلوا معه حاجة، في ناس بيفطروا به وعديل، مش في مصير ولا في السودان بيقول الناس بيفطروا بالشاي يعني معه فطور طوالي. في ناس بياكلوا بسكويت، في ناس بياكلوا زلابية، زلابية جميلة جدا مع الشاي. لكن أنا الليلة شوية كده يعني هعمل حركة فهاكله مع عيشة جنيه عديل. هو يعني مشروع حياتي يعني، بالتأكيد في مشاريع جاية وفي في دائما بدايات جديدة، والإنسان عقله دائما بيكون متحرك وكده، لكن ما أعتقد ذاته لا زمني ولا العمر بيسمح إنه يكون في مشاريع بالحجم ده يعني.